كثير متأثرة موجودة بيناتك وبين أهل بلدي. إن شاء الله يا رب هيك الحفلة تكون طاقة وفرح ونغني عن كل، تكون أمسية نصروية على الأصول كيف ما إحنا تعودنا نسمع فولكلور وطرب وغناني جديدة وغناني قديمة. إن شاء الله يا رب ننبسط مع بعض. جميع الحضور اللي اجوا هذيك الجمعه ولقوا انه ما كانش في حفله، احنا حاولنا نعلن قد ما يمكن في كل المواقع وعلى الفيسبوك. طبعا ألمنا الحدث اللي صار والعنف اللي عم بيصير دائما ببلدنا، وان شاء الله يعني حبينا نعطيكم صرخه ضد هذا العنف، وحاولنا هيك نعمل اغنيه ان شاء الله يا رب تحبوها. الاغنيه من كلمات دكتور عنان عباسي والحان حبيبي شحادي حنا، اتمنى تعجبكم. مش معقول اللي وصلنا له، مش معقول قتل وهدر النفس الحرة، مش معقول مش معقول اللي وصلنا له، مش معقول قتل وهدر النفس الحرة، مش معقول عنف وغدر وخاف وطار سلب الروح طلقت نار. مش معقول اللي وصلنا له، مش معقول قتل وهدر النفس الحرة، مش معقول عنف وغدر خلي شكلنا
لما جبت البنت انا نص الدنيا يا ادم انا نص الدنيا انا نص الدنيا يا ادم انا نص الدنيا انا نص الدنيا يا ادم ان شاء الله تكون فهمت انا الاخت الحنون
اليوم.